العالم مليء بالغرائب والعجائب التي ستذهلك بوجودها وأنت لا تعلم عنها شيئاً، ولكن كل ما عليك هو الاشتراك بقناتنا المتنوعة بالمعلومات والإحصائيات التاريخية والجغرافية عبر شاشتنا يومياً، قناة توف وشوف. رابط القناة في الوصف أسفل الفيديو. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. السلام عليكم. هل تعرف ما هو سبب اختفاء القطط والكلاب في عيد الأضحى؟ الجميع منا يتساءل عن سبب ومكان اختفاء القطط في يوم العيد، وكان يحكى في القدم أن القطط تذهب يوم عيد الأضحى إلى الحج، وهذا تفسير الأمهات لأبنائنا عند طرحهم نفس السؤال. ويعتبر اختفاء القطط في صبحية عيد الأضحى هي إعجاز وحكمة كبيرة من الله تعالى حتى لا تضايق الأشخاص وقت ذبح الأضحية. وسبب ابتعاد القطط أيضا هو الخوف، لأن القطط ليس من المحبب لهم أن يشاهدوا الخرفان وهي تذبح، فابتعاد القطط هي حكمة كبيرة من الله تعالى. وبمناسبة عيد الأضحى وللبحث عن إجابة السؤال، قام بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق تحدي على فيسبوك وتويتر للبحث عن القطط يوم العيد، وذلك من خلال البحث عنها وتصويرها بجانب شيء يدل فعلا على أن صور التقطت صبحية يوم العيد، ثم نشرها على هاشتاج موش فوتو تشالنج. ونشر المشاركون في التحدي صورا ومقاطع فيديو تثبت اختفاء القطط من منازلهم وأحيائهم، وحاول بعضهم تفسير تلك الظاهرة، حيث كتب ناشط ساخر: تختفي القطط الطبيعية حتى تظهر القطط البشرية. وعلق شخص آخر: أنا مع هذه الظاهرة، ظاهرة اختفاء القطط، لأن يوم عيد الأضحى هو يوم عرس بالنسبة للقطط والكلاب وخلافه، فبالتأكيد تذهب القطط والكلاب إلى القمامة لتأكل نفايا وبقايا الأضحية، وهذا سبب وجيه للاختفاء. فيما برر آخرون اختفاء القطط عن الأنظار يوم عيد الأضحى بغريزتها التي تجعلها تهرب من رائحة الدم، وعللها البعض الآخر بالحكمة الإلهية التي يجعلها الإنسان. وعلق أحد الناشطين على فيسبوك: ذهبت إلى بغداد كما تقول الأسطورة، والواقع أننا لا ننتبه ولا نبالي بوجود القطط من عدمها في أيام العيد، الكل منهمك بالإفتراس وبوفرة اللحم، وعندما ننتهي من الأضحية ولم يبقى إلا القليل تظهر لنا القطط لتزاحمنا على بقايا الأضحية. وقال ناشط آخر: أنا أرجح أن هذه غريزة منحها الله للقطط لحكمة ما، والشواهد على ذلك كثيرة، كهروب واختفاء الحيوانات حين اقتراب الكوارث كالزلازل وغيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. وأضاف ناشط آخر على فيسبوك: القطط ربما تخاف من أصوات أكباش الأضحية يوم العيد، إنني أحب أن أربي القطط وهي متعلقة بي كثيرا، وأول ما أدخل البيت تأتيني راقدة، لكن سبحان المولى يوم العيد لا أجد إلا قطا واحدا أعطيته قطعة لحم، لكنه رفض أكلها كأنه صائم. خلاصة القول: ورغم إجماع المغاربة على أن القطط تختفي صبحية العيد عن الأنظار، فإني أشك في صحة هذه الأسطورة، وأن حقيقة الأمر هو أنه ربما أننا في الواقع لا ننتبه ولا نبالي بوجود القطط من عدمه في صبحية يوم العيد، لكوننا نكون منهمكين بالذبح والسلخ والتقطيع، وعندما ننتهي من الأضحية تظهر لنا القطط مرة أخرى لتضايقنا حول موائدنا المليئة بشهيات العيد. ما رأيكم أنتم في سبب اختفاء القطط يوم العيد؟ اترك تعليق يوضح السبب من وجهة نظرك. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا مشاركة الفيديو والإعجاب به والاشتراك بالقناة.